أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في مدرستنا يقوم أحد المعلمين بتشغيل جهاز التسجيل على إحدى المحاضرات. يقول أحسن الله إليكم: في مدرستنا يقوم أحد المعلمين بتشغيل جهاز التسجيل على أحد المحاضرات، والطلاب أثناء الفسحة منهم من يتناول الطعام ومنهم من يلعب الكرة وهم في حال لغط وصخب، فهل يجوز هذا الفعل أم ينكر عليه؟ أو يشغل التسجيل وقت الدرس ولا يشغله بعد انتهاء الدرس؟ يقول أثناء الفسحة. أي أثناء الفسحة إذا كان هناك من يستفيد من التسجيل فلا بأس، أما إذا كان ما فيه من يستفيد فهذا من العبث. نعم.